السلام عليكم بنات ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم بات فيتي بطريقه سهله بزاف بزاف، ما فيهاش كثر التمره وتورق، والنتيجه تجي ولا اروع. المقادير عندي كيلو ديال الطحين، نص كيلو ديال الزبده، انا درت نوع مزيان، تقدروا ديروا زبده ديال التوراق ولا المارغرين. عندي الماء الكافي اللي غيجمع لي العجينه، عندي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره تقريبا ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه ديال المطاط، وثلاثه المعالق ديال الخل، وربع كاس ديال الزيت. تناخذوا شي اناء اللي شويه كبير، تنديروا فيه الدقيق وتنحكوا ديك الزبده، ونكونوا يلاه مخرجناها من الثلاجة باش تتحك لينا ما تتعذبناش. صافي تنخدموها هكا بالاصابع ديالنا بلا ما ماشي تذوب لينا الزبدة، يعني تبقى هكا طراف، تبقاو الطرف ديال الزبدة باينين. ومن بعد غادي نزيد كما قلت لكم معلقة صغيرة ديال الملحة، السكر، الزيت، المطاط، الخل، وغادي نخدم شويه هاد المكونات اللي زدت مع الدقيق، وتنجمعوا هادشي كامل، تنجمعوه بالماء، الماء يكون بارد مزيان بارد، يعني من الاحسن كاع تكونوا دايرينه في الثلاجه قبل. صافي العجينه تتكون على شكلها كم، تتكونش خفيفه، تتكون شويه قاسحه. تنقسم العجينه ديالي على ثلاثه، تناخذ القياس اللي غنخدم به، والاخر تقدروا ديروه في شي كيس بلاستيكي ولا في الفيلم اليمونتير، وديروه في الكونجيلاتور وقت اللي بغيتوه تخرجوه قبل يتطلق وتخدموا به. انا غنصايب بهاد لاباط هادي، غنشارك معكم جوج ديال المملحات اللي هما كورني بالفرماج والسوريمي، والكيش بالكروفيت. تنطلق العجينه ديالي، تنرققها مزيان، وستندير هكا اشريطه اللي تلويهم بعد في الكورني ديال لي كورني اللي عندنا. بهذا الشكل هذا تنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذوك الاشرطه اللي عندي كاملين. وغادي ندير حتى قوالب الكيش، على هذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم غادي ندير حتى قوالب الكيش، غنثقبهم بالفورشيت باش ما تنفخش لينا لاباط. ومن بعد تناخذوا صفر ديال البيض، تنطربوه مزيان
و تندهنوا هاد لي كورني ديالنا مزيان، تدهنوهم مزيان باش يجيو عاطين ديك تيجيو محمرين مزيان وعاطين ديك اللمعه. الفران تتكونوا مشعلينها قبل. انا شعلت الفران من الفوق ومن التحت وخليته على عافيه متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش منقوصه بزاف. تندخلوه من الفران حتى تيتحمروا تيذابوا هذوك القوالب ديال الكيش وتيتحمروا الكورني ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا. لاباط تجي ولا اروع تجي كيف ما قلت لكم سهله بزاف، ما تتعذبناش ولكن النتيجه تجي زوينه بزاف بزاف. تجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعمارات ديال لي كورني، انا عندي هذا الفرماج بلون ناتور ما طبيعي ما فيه لا ملحه حتى شي حاجه. عندي سوريمي وعندي فرماج حمار ولا موتزاريلا ولا اي فرماج بغيتو ديرو، وعندي لي سيبوليت ولا الثوم القصابي وشويه ديال لاصوص بلونش. انا تنخدم داك الفرماج مزيان بالفورشيت وتنخفو بال لاصوص بلونش ولا الكريمه ديال الطبخ. تنزيد سوريمي اللي تنقطعو رقيق بزاف والفرماج والثوم القصابي، ولا تقدروا ديروا غير المعدنوس. من بعد تنعمرهم على هذا الشكل هذا، تديروا لهم شويه ديال فرماج حمر تدخلوهم للفران تيجيو على الشكل اللي شفتو. دابا غادي ندوزو باش نصايبو العمارة ديال الكيش. درت شويه ديال زيت العود ومن بعد زدت طريس ديال الثومه. تخليو ديك الثومه حتى شويه تتشحر، تشحروها واحد شويه غير هكا. ومن بعد غادي نزيد زلافه صغيره هكا ديال الكروفيت، شويه ديال الملحه، فين تنشحروا لي كروفيت ديالنا. وتنزيد نص معلقه ديال الابزار، من بعد ما تيتشحروا لينا لي كروفيت ديالنا على هذا الشكل هذا، تنزيد سوريمي شويه هكا ديال الزفيفه ولا نص الزفيفه ديال سوريمي مقطع. وبالنسبه لهذا عندي جوج بيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. بالنسبه لاباغي ديال الكيش اللي غنزيدو من الفوق، ولا لاصوص بلونش ولا كريمه الطبخ. تنطربو هادشي مزيان، تقدروا ديروا في عوض لاصوص بلونش ديروا حليب، يعني تزيدوا كاس ديال الحليب مع البيض وشويه المليحه والبزار. من بعد غادي نزيد، انا عندي فرماج موتزاريلا ولا اي نوع د فرماج تقدروا تزيدوه. تزيدوا هكا معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار تزيدوهم، تعطي حتى واحد التعليكه زوينه للكيش. على هذا الشكل هذا. من بعد تناخذ هاد قوالب الكيش من بعد ما تيكونوا طابوا، تندير فيهم هذاك الكروفيت وسوريمي هما الاولين، على هاد الشكل هذا. ومن بعد تنزيد هذيك لاباغي ديال البيض ولا صوص بلونش اللي درنا مع الفرماج، تنزيدها من الفوق. وتنزيدوا الفرماج من الفوق. الفرماج كما قلت لكم اي فرماج عندكم، انا عندي هذا موزاريلا، تقدروا ديروا اي فرماج، حتى الفرماج حمر تيجي زوين. تدخلوهم الفران على عافيه متوسطه
حتى تيعقد لينا داك البيض اللي درنا ويتحمروا مزيان وتيجيو على هذا الشكل. هذا تيجيو زوينين بزاف كيف ما شفتوا. لاباط تتوجد دغيا ما فيهاش تمره كاع. العمارات اللي درنا لا الكورني ولا الكيش حتى هما تيوجدوا في مشتعين، يعني 10 دقائق يكون هادشي عندكم واجد والمذاق تيجيو ولا اروع، لا بالنسبه لاباط ولا بالنسبه لي فارس اللي شاركت معكم ولا العماير اللي شاركت معكم، تيجيو لذادين بزاف بزاف وبساطين. وبالنسبه للعمارات تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا تعمروا لي كورني او الكيش باي عمارات تفضلوها نتوما، مي هادو بساطين ولذادين بزاف بزاف وما تياخذوش لكم بزاف ديال الوقت في التوجد. الكروفي دغيا تيتشحروا في داكشي تيوجد دغيا، وها نتوما عندكم جوج مملحات اللي تيجيو ولا اروع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونقول لكم سلامة حتى الفيديو اخر ان شاء الله.